المشكلة عندنا في الجهاز الهيمو دياليسيز ان هو محتاجين ان احنا نشيل المية كمان، مش بس نشيل الاملاح. المشكلة في المية ان هي لو احنا بنتكلم على وضع طبيعي، عندنا مثلا مادة مركزة في الاتجاه ده كده وعندي بيور ووتر في الاتجاه التاني، هنلاقي في الديفيوجن بيلاقي اكن عندي هنا المادة دي او الجزء اللي هو البيور ووتر ده، تركيز المية فيه اكتر من تركيز المية في الكونسنتريت. الكونسنتريت فيه املاح مع المية، فبالتالي لو تخيلت دلوقتي بدل ما اتخيل تركيز الملح في المية، لا انا بتخيل تركيز الملح في المحلول الملحي، تركيز المية في المحلول الملحي. فتركيز المية في المحلول الملحي هو اقل من تركيز المية في البيور ووتر اكيد، فبالتالي بيحصل نت فلو بالديفيوجن من البيور ووتر للايه، للكونسنتريت. ده يعمل لي مشكلة ان انا لو انا بتكلم على الدم تركيز المواد فيه اكيد اكتر، يعني تركيز المواد الضاره فيه اكيد اكتر من التركيز بتاع المواد دي في الدياليزيت الناحيه التانيه. فبالتالي لو سبت الديفيوجن هو اللي يتحكم في البروسيس دي، هلاقي ان انا بقى في عندي بدل ما انا بشيل ميه من الجسم بتاع المريض، انا دلوقتي بضيف ميه لجسم المريض، ودي حاجه الحقيقه مش عايزينها خالص، دي حاجه عكس اللي احنا عايزينه تمام. فبالتالي احنا بنحاول نعمل حاجه عكس كده، بنحاول نعمل حاجه بيسكلي طبعا الحاجه اللي بتحصل دي اللي هي الفلو اوف ووتر ده ساعات الناس بتسميه اوزموسس، على اساس ان احنا بنتكلم على ان الميه هي اللي بيحصل لها فلو مش الاملاح. الحاجه اللي تعكس الكلام ده حاجه بنسميها الريفرس اوزموسس. الريفرس اوزموسس احنا اللي بنحصل عندنا هنا ان احنا بنحط بريشر على الناحيه دي، لو حطينا بريشر الناحيه دي بيضغط على الميه بحيث انها تعدي من هنا. لو الممبرين ده ما يسمحش للاملاح للحاجات اللي هي الكبيره مثلا زي السيلز وزي الهيموجلوبين وزي الحاجات اللي هي الكونسنتريشنز اللي هي اللي موجوده في الجسم، اللي هي البروتينات اللي موجوده في الجسم اللي هي ما تقدرش تعدي من خلال الممبرين، لو حطيت بريشر هنا هيخلي الميه هي اللي تعدي وتفضل السيلز زي ما هي موجوده هنا، فبالتالي نقدر نشيل الميه فعلا بالطريقه دي. المشكله في الابروتش ده ينفع نعمله زي مثلا ما نتكلم بعد شويه في الووتر تريتمنت، بس ما ينفعش نعمله في الدم لسبب بسيط جدا، ان احنا ما نقدرش نضغط الدم بالشكل ده كده. فالحاجه اللي هنلاقي ان احنا نقدر نعملها ان احنا بدل ما نحط هنا في الجانب ده نحط بوزيتيف بريشر، ممكن ان احنا نعمل حاجه تحط لنا نيجاتيف بريشر من الناحيه دي بحيث انها تشفط الايه؟ تشفط الميه من الناحيه الثانيه. يعني لو حطيت هنا بوزيتيف بريشر او حطيت هنا نيجاتيف بريشر في الاخر هيعمل لي نفس الايفكت بالظبط. فده اللي في الاخر بنسميه الترا فلتريشن. الالترا فلتريشن ما يشتغلش الا لو كان عندي انرجي، يعني لازم يكون في عندي نيجاتيف بريشر هنا علشان يمتص الميه من الدم يوديها للدياليزيت. يعني بمعنى الجزء اللي احنا اتكلمنا عليه في الاول اللي هو كان مبني على الديفيوجن، الجزء دوت كان مش محتاج اي انرجي خالص، احنا كنا بنحط البلاد قصاد الدياليزيت وخلاص وذات ست، هم بعد كده بيبتدوا يعملوا اكسشينج مع بعض وخلاص وخلصوا البروسيس لوحديهم. هنا لا، هنا احنا محتاجين ان احنا نحط انرجي، نحط نيجاتيف بريشر عشان نسحب الميه اللي احنا محتاجين نشيلها من الجسم بطريقه اكتيف مش بطريقه باسيف.